ما شاء الله ما شاء الله، موسم الأمطار والسيول في المملكة كاملة، هذا واحد من الشعبان في رجال مع ما شاء الله أمطار خير وبركة. ولذلك يا شباب أنا أقترح اقتراح الله يسعدكم، إنه هذه الأمطار لازم ننثر فيها بذور، فرصة يعني بذور على بذور سدر، بذور رمف، بذور أي شيء. تشوف وادي سائل، ترى فرصة الآن تنثر البذور. كم من الأجور الكبيرة جدا اللي راح تجينا وتجيكم إن شاء الله، اللي يعني عنده فرصة الآن يجمع بذور من الأشجار ويحاول انثرها في الأودية ويدفنها، حتى لو دفن منها جزء بسيط، ويحتسب الأجر عند الله حتى تعود جزيرة العرب يعني إن شاء الله موئل لنا. تعرف إن 20-30 بلا نفط يعني حيكون في مشكلة كبيرة، فعلى قليل يبقى عندنا علاف وحطب وخضرة وبيئة وتوازن. أسأل الله العلي العظيم من عمل هذا العمل أن يدخله فسيح جناته بحول الله، وبلدنا يستاهل. وضمن مبادرتنا المليار شجرة إن شاء الله نوصل لها بيئية، وبنا نحن المواطنين سنعمل وسنجتهد، وكل من يبغى